الآن في الدفاع عن المشيخة الكتابية نأتي إلى الحرف د في العناوين الرئيسية، وهي أن المشيخة تعزز طبيعة الكنيسة الحقيقية. هذه ليست مجرد آية واحدة، بل نحن نتكلم هنا عن لاهوت ماهية الكنيسة. كيفما كان شكل هيكلية القيادة، يجب أن تتناغم مع وتعزز طبيعة المؤسسة. ما أقوله هو أن المشيخة الكتابية تعزز وتتناغم مع طبيعة الكنيسة الحقيقية ومهمتها ولاهوتها. لدى الكنيسة المحلية مهمة محددة، فهي ليست جماعة غير محددة من الأشخاص، هي مجموعة محددة جداً من الأشخاص. وأنا أؤمن أن المشيخة تساعدنا على فهم جسد المسيح بصورة أفضل. أريدكم أن تلاحظوا أولاً هنا أن الكنيسة هي عائلة متماسكة من الأخوة والأخوات. وأعتقد أنه عندما نتكلم عن طبيعة الكنيسة يجب أن نبدأ هنا. نحن نستخدم الكلمة اليونانية إكليسيا لنشير إلى الكنيسة أو المجموعة أو التجمع، لكن كلمة واحدة لا تستطيع تفسير طبيعة الكنيسة المتعددة الأبعاد. لذلك استخدم كتاب الكتاب المقدس صور مجازية جميلة مثل كلمة جسم. هذا تعبير مهم كما ويتلائم مع فكرة المشيخة أو كلمة عروس أو هيكل أو قطيع، لكن أكثر التشابيه التي استعملت للكنيسة هي العائلة التي تحوي الأخوة والأخوات، أو المفهوم المنزلي. نحن عائلة الله، أخوة وأخوات بالفعل، يسكننا الروح القدس جميعا، وأبونا هو الله نفسه، وأخونا الأكبر هو يسوع. فالمشيخة هي شكل من أشكال ممارسة الحكم التي تتناغم مع طبيعة العائلة بصورة جميلة. وتلاحظون عندما ترون كنيسة العهد الجديد أنه لا يوجد لديهم ألقاب مفخمة لقادتهم. لديهم ألقاب بسيطة مثل مشرف، شيخ، قائد، وليس هناك ثياب مخصصة أو مقاعد رئيسية أو منابر متميزة. هذا تماماً ما كان يفعله الفريسيين، إذ كانوا يحبون أن تلقى عليهم التحيات في الأسواق، حضرة المحترم. كانوا يحبون المقاعد الرئيسية، كان كل شيء عنهم وعن البر الذاتي. قال المسيح لتلاميذه وهو يقولها لكم الآن أنكم أنتم إخوتي، فهذه أخوة. يجب على كل شيء في الكنيسة المحلية أن يظهر أخوي وعائلي ومنزلي. عندما تنظر الكنيسة المحلية إلى تراثها وإلى شعب الله في العهد القديم، سوف ترى طريقة ممارسة الحكم الذي تتناغم مع طبيعة العائلة. وهذه كانت المشيخة، والمشيخة تتلائم مع العائلة الموسعة أي الكنيسة. ثانياً، انتبهوا كيف الكنيسة هي جماعة تخدم بتواضع. أنا مقتنع أن القيادة من خلال الشيوخ تتماشى مع الفضائل التي علمها يسوع المسيح لشعبه، ألا وهي التواضع، الخدمة، المحبة. هذه هي الفضائل الأساسية والمعززة في المشيخة على عكس القيادة الفردية. يتطلب الأمر جهداً أكبر من التواضع والمحبة للعمل ضمن مجموعة. لكي تجري عملية المشيخة بشكل فعال، على الشيوخ أن يظهروا الاحترام المتبادل لبعضهم البعض، أن يخضعوا لبعضهم البعض. عليهم أن يخدموا بعضهم البعض بصبر، الشيء الذي ليس بالسهل على الذكور المهيمنين. هذا يبدو كثيراً مثل فيليبي 2 وكورنثوس الأولى 13. التعاليم العظيمة حول كيف يجب أن تكون الكنيسة، كيف أن نقدم مصلحة الآخرين على مصلحتنا، وأن يكون فينا الفكر الذي كان في المسيح يسوع الذي وضع نفسه وخدم الآخرين. تعني المشيخة أنه علينا اعتبار مصالح الآخرين من وجهة نظرهم، وأن نخضع لبعضنا البعض. لذا أقول لكم أن القيادة المشتركة من خلال الشيوخ تعزز المحبة الأخوية، التواضع، التبادل، الصبر والمحبة المترابطة. هذه الصفات التي تميز الكنيسة الخادمة والمجموعة الخادمة لشعب الله. إن المشيخة في الحقيقة هي نوع من العالم المصغر لكيف يجب على الكنيسة ككل تصرف. ثالثاً، الكنيسة تحت رئاسة المسيح. تعزز المشيخة الكتابية مكانة المسيح المتفوقة على الكنيسة المحلية. أعطى المسيح وعد جميل لتلاميذه عندما صعد إلى السماء وقال: سأكون معكم دائماً. حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة حتى العدد القليل، أنا سأكون معكم من خلال عمل وسلطة الروح القدس.
يكون يسوع معنا كحاكم ورأس ورب وراعي وسيد ومشرف ورئيس كهنة وملك. ليس لأي إنسان أن يكون ملك الكنيسة أو يكون قائد أو حاكم الكنيسة. تحكم الكنيسة من خلال جسم من الشيوخ الرعاة الكفؤين الفعالين والمعينين من الروح القدس، وهذا شكل حكومة عادلة لعائلة الله. مرة سمعت في كنيسة هذه القصة الجميلة التي ربما تودون تجربتها في كنيستكم، أعتقد أنها إيضاح رائع. في كنيسة معينة وعند كل اجتماع شيوخ يتركون كرسي شاغر على رأس الطاولة، يمكنكم تجربة هذا، فإنه يذكرهم في كل مرة يجتمعون أن المسيح هو رأس الكنيسة. هم ليسوا الرؤوس، بل المسيح هو الرأس. هم فقط مساعدي الراعي، دورهم أن يعززوا رئاسته وتفوقه على الكنيسة المحلية. يا لها من فكرة جميلة، جربوها، اختبروا إن كان هذا سيجيز لكم التفكير حول من هو الرأس برأي الكتاب. رجال الدين ليسوا مسؤولين عن الكنيسة، إنه ليس مجالهم أن يحكموا شعب الله. هذه أفكارنا نحن. بالإضافة إلى ذلك، نحن معتمدين كلياً على رأسنا المسيح كمصدر لكل البركات. لذلك يقول أعمال الرسل 6-4 أن التلاميذ كانوا يواظبون على الصلاة وخدمة الكلمة. يا ليتنا نفهم أعمال الرسل 6، إنه شديد الأهمية. فهم فجر الكنيسة وضعت لنا الأولويات: الصلاة وكلمة الله. أي شيء صالح يحدث أو أي بركة تحصل هي فقط بسبب وجود المسيح معنا وقيادته وإرشاده لنا. علنا نكون هذا النوع من الأشخاص الذي تشير الناس باتجاه المسيح باستمرار، ولا تشير الناس نحو أنفسنا، لأن هذا هو ميلنا الطبيعي، أن نعزز أنفسنا. لكن علينا أن نعزز المسيح، نشير باتجاهه كما، ونعزز الآخرين ومصالحهم. نحن هنا لنخدمهم. كم هو من السهل أن نعكس هذا كله. رابعاً، إن أيضاً إحدى أسباب تناغم المشيخة مع الكنيسة، وهو سبب مهم جداً، إن المشيخة تعزز صون وتقديس قادتنا الروحية، فهي الأفضل لقادتنا. هناك سببين أو فائدتين في غاية الأهمية لتعددية القيادة الرعوية من خلال الشيوخ المؤهلين. السبب الأول هو أن المشيخة تؤمن الحماية المسؤولة اللازمة من خطايا معينة تصيب القادة، مثل الغرور، الجشع، ولعب دور الله. السبب الثاني هو أن هيكلية المشيخة تؤمن العلاقات النظيرة والتوازن في نقاط الضعف وتقويم الطباع. أنا أؤمن أن هذا يعزز تقديسنا. دعونا نتأمل في هذين الشيئين سوياً. أولاً، مسائلة المشيخة. قال المؤرخ الإنجليزي المشهور اللورد إكتون: تميل السلطة إلى الفساد، والسلطة المطلقة تفسد مطلقاً. إنها عبارة معروفة، أنا متأكد أنكم سمعتموها قبل هذا. نحن مسيحيين نؤمن بالكتاب المقدس، وإن كان هناك أي شخص يدرك أهمية المساءلة، يجب أن يكون نحن نعلم من كتابنا المقدس كم الخطية مفسدة، وكم الخطية مضللة، وكم من السهل أن ننحرف ونضل بالقوة والسلطة والمال والشهرة والمركز. فإن كان هناك أي شخص يؤمن بالمساءلة، يجب أن يكون نحن نؤمن بشدة بحاجتنا للمساءلة لنأسر الخطايا مثل الغرور، الجشع، لعب دور الله مع الآخرين، وتمجيد الذات. كان يسوع يعلم هذا، ولذلك علم التواضع، لذلك ركع أمامهم وغسل أرجلهم كمثال لنا، ليقول لنا: أنتم رأيتم ما فعلت، افعلوا هذا مع بعضكم البعض، اخدموا بعضكم البعض بكل تواضع، قدموا الآخرين على أنفسكم، اهتموا بمصالح بعضكم البعض، وأصغوا إلى بعضكم البعض. كم هذا مهم! لا يمكن لفكرة المحترف، المدرب الأوحد، أو الشخص المقدس الذي يسود على الكنيسة أن يكون جزء من الكنيسة. ليس هذا تعليم كتابي نهائياً، إنها أفكار إنسان. يجب أن نكون مترابطين ونقود بتعاون شعب الله،
متسائلين بعضنا البعض. أنا أتكلم عن المساءلة الحقيقية وليس المساءلة المزيفة أو أحاديث فقط عن المساءلة حيث يقال أنا مسؤول عن أفعالي ومن يسألك؟ الأخ فلان الذي يعيش بعيد آلاف الأميال عن هنا. الشيء الوحيد الذي يعلمه هذا الأخ وما تخبره إياه، أو المساءلة لرجال ضعفاء وجبناء من طرفك لا يملكون الجرأة للتكلم، هذه ليست مساءلة. دعوني أخبركم بشيء تعلمته عن المساءلة، إنه فن. لا أحد يريد المساءلة يتكلمون عنها فقط، لكن يتعلق الأمر بالمساءلة الصادقة عندما ينظر إليك أحدهم ليقول أنه ليس بإمكانك فعل ذلك. عندها لن تتصرف على هذا النحو، كلا، عندها ترجع إلى عبارة أنا المسؤول، أنا الرجل القوي وأنتم بحاجة إلي، أنا لا أحتاج إليكم، أنتم تحتاجون إلي. المساءلة الحقيقية هي ما يجب أن تريدوا وتروا الحاجة إليها كتابيا. عندها سترون كم أنتم ضعفاء وكم أنتم مخدوعين من الشيطان والخطية وجانبكم المظلم. ثم العلاقات النظيرة. من أكثر ما أبهجني في حياتي كان العمل مع مجموعة رجال كانوا شركاء في عمل الرب. كان هذا من أكثر ما أبهجني في حياتي. كنا نوازن إحدانا الآخر، كلنا بحاجة للتوازن لأن لدى الجميع اختلال توازن، وكنا نشحذ بعضنا البعض ونعزي بعضنا البعض ونحمي بعضنا البعض ونقوي بعضنا البعض، ودعوني أقول نرعى بعضنا البعض ونصلي لأجل بعضنا البعض. فريق من الشيوخ المؤهلين والرعاة، ليس هناك فرح أكثر. ولن أقايض هذا الشيء بأن أكون راعي منفرد أعمل لوحدي، إنه لهذا السبب عينه يعانون الكثير من الإرهاق ولا يتبقى منهم شيء غير المرارة، حتى أنه لا يمكنك العثور عليهم بعد 5 أو 6 سنين. العديد من كليات اللاهوت سيخبروكم أن هناك عدة رجال يتوقفون عن الخدمة بعد 5 سنين لأنهم أرهقوا من الناس وهم وحدهم. وأن يكون الإنسان وحيد ليس بالشيء الصحي نفسيا وروحيا. علاقة سليمة برجال آخرين هي شيء في غاية الأهمية للصحة الروحية. استعمل الله شيئان عظيمان في حياتي لتقديسي وجعلي قائد أفضل. الشيء الأول هي زوجتي، إنها من أكبر منتقدية، هي دائما على حق. الشيء الثاني زملاء الشيوخ، ودعوني أخبركم أنهم وبخوني وأخذوني جانبا، وفي بعض الأحيان لم يعجبني الوضع، إنه ليس بالشيء الممتع أو الذي تطالب به، لكن كان ما أحتاجه، ما جعلني راع أفضل. علمني أن أدرك أخطائي وذنوبي التي كنت أخدع نفسي بها. لقد كانوا مرشدي العظماء الذين لا أستبدلهم بشيء. وأعيد، لم يكن الوضع سهل. أنا لا أحاول رسم صورة رومانسية ومثالية للموضوع. الحياة الكنسية صعبة جدا، والعمل مع رجال آخرين أمر صعب، لا سيما إن كنت تعمل مع رجال أقوياء، رجال ذوي الرأي ولا يخافوا أن يوبخوا. لكن هذه هي إرادة الله، هذا ما يريده مني ومنك، أن تستمع للآخرين وتتعلم الترحيب بالتقويم والتوبيخ. تظهر للجميع أنه بوسعك تحمل التوبيخ وليس الهرب منه. هذا جزء من تقديسكم لتشبهوا المسيح. إن كنت تريد أن تكون مثل يسوع، اسمع لإخوتك، اصغي إلى انتقاداتهم وإلى تصريحاتهم التي تظهر من أنت. نحن نحتاج إلى بعضنا البعض، لذا ما أحاول قوله هو أن المشيخة تتناغم مع وتعزز لاهوت الكنيسة. مهمة الكنيسة، طبيعة الكنيسة، هي تلائم بشدة قصد الله لشعبه. لماذا لا نقبل ما يقول؟